كان بيشاور وبدا المباراه. وكره ورا ربيع مجدي على ميهوب مدحت رمضان الهباك للوينج رايت هو ده وبعد لما تخبط في رجل واحد وتقطع الكره كره الكره مع الباك رايت بيلعبها طويله النمره 12 انتي بيطلعها مصطفى يونس بره اوت وفاول ولا هشوت مصطفى يونس مش عارف اللاينز مان هنا بيشاور للحكم بيمشي كويس قوي الراجل علاء معده وبيلعبها طويله انما تتقطع واللاينز مان رافع الرايه اوف سايد طويله اوف سايد الراجل بيشاور له ما مش عايز يدي له حاجه ابدا اللاينز مان متجاوب كرة مع مصطفى يونس ماشي مصطفى على الأرض لمجدي فاول ولا هيشوطه مصطفى يونس يلا يا مصطفى خش جوه يا مختار شاط كرة عليها على طول أمبودو لعبها تروح للونج رايت بيلعبها بكعب رجل ولهاروني يوسف بياخدها نمرة 12 وبيلعبها بالعرض يوقفها مصطفى يونس ويطلعها بره وكورة مصطفى يونس لحسام البدري على الأرض العلاء فات 3 دقايق ونص وصفر الحكم بانتهاء المباراة والنتيجة 3